السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي الأعزاء، إن شاء الله تعالى غادي نعمل معكم لا كلاسيفيكاسيون دي زيتر فيفون لي باج 62 64 اي 66. انتظروا مني الإجابة على التطبيقات الموجودة في هذه الصفحات. بالتوفيق لجميع التلاميذ إن شاء الله تعالى. كلاسيفيكاسيون دي زيتر فيفون، تصنيف الكائنات الحية. دوكيمون 1، روغروبمون دانيمو اكلاسي. عندنا هاد السيري دي زانيمو اللي خصنا غادي نكلاسيوها في واحد الجدول اسفله. نشوفو المعطيات. ا بارتير دو دوكيمون سي دوسو كلاسي سيت سيري دانيمو سولون لي كريتير دو تابلو. انطلاقا من هاد الوثيقه اللي اعلاه خصنا نصنفوها في واحد الجدول ديالنا. في الجدول المطلوب منا اننا نصنفو لي فيرتيبري اي لي انفيرتيبري. لي فيرتيبري هما الفقريات. نعم، لي زانفيرتيبري لا فقريات. لا فقريات. فعندنا هاد الاصناف هادي اللي غادي اللي صنفناها انطلاقا من الوثيقه اعلاه، كاين عندنا غرونوي وعندنا كذلك فير دو تير. وي، عندنا لو غرونوي هو الضفدع والفير دو تير هو دودة الارض، وكذلك عندنا بواسون و وازو. عندنا بواسون سمك والوازو طائر، وعندنا كذلك فيبر اي ليزار. عندنا فيبر اللي هو الافعى، ليزار سحليه، لابان اي اليفون، واخر شيء عندنا الارنب لابان والفيل وهو ليليفون. بقات لنا الفقرات ديال لا فقريات، لي زانفيرتيبري. لي زانفيرتيبري تري بيان، اللي تتكون من سكوربيون كروفيت. سكوربيون عقرب، كروفيت قمرون، لول لول، موليوسك موليوسك دودة عديدة الأرجل وهي لول، الرخويات موليوسك، سيش اسكارغو. سيش اخطبوط، اسكارغو حلزون، اورسان ارينيه. اورسان شقر بحري، أغنية عنكبوت، أبي أنوتون. لزبي نحلة أو نحلات، أنوتون دبابة كبيرة، كراب و كراب سلطعون، وو بطة. كلاسيفيكاسيون دي زانيمو. دوكيمون 2، كلاسيفيكاسيون سامبليفي دي زانيمو أكمبليتي. تصنيف مبسط للحيوانات. Parmi les critères de la classification appuyés par les scientifiques, on note les existences ou l'absence de la colonne vertébrale. Maintenant, les vertébrés. شنو تعني هاد الكلمه ديال لي فيرتيبري؟ المراد منها هو انه هاد الكلمه ديال لي فيرتيبري وهي الحيوانات التي تتوفر على عمود فقري وعظام، وهي حيوانات فقرية بمعنى vertebrae، وعندها بزاف ديال الأشكال وبزاف ديال الأصناف. غادي نطرقوا لها واحد واحد. عندنا من بيناتهم اللي عندها peau couverte de poils، la femelle allaite ses petits. عندنا الصنف اللي عنده جلد يكسوه الزغب، وعندنا الأم التي ترضع أطفالها. Example الكلب اللي هو لو شيان الذي يصنف في ماميفير. لي ماميفير تري بيان. وكذلك عندنا بو كوفيرت دو بلوم، الجلد يكسوه الريش. وعندنا اكزامبل مثل الطيور اللي تيدخلوا في الصنف ديال وازو. تري بيان. بو كوفيرت داكوي، عندنا الجلد يكسوه حراشف ملتحمة. اكزامبل هاد النوع وهاد الصنف هذا من الحيوانات اللي مثل الدودة يصنف في روبتيل. تري بيان. وغادي نشوفو تاني نوع اخر يعني عنده بو كوفيرت داكوي نون سودي، عندنا واحد النوع اللي يكسو الجلد ديالو حراشف غير ملتحمة. Exemple, الأسماك، les poissons،
تيدخل في الصنف ديال لي بواسون. تري بيان. بو ني جلد عارين. اكزامبل الضفدع الذي يصنف مثل امفيبيان. Les amphibiens. Très bien. On passe. Nous, nous allons parler de ce que nous allons parler, Inch'Allah Ta'ala. Le chèrh dialo, bi kifia, wadiha, wa mifhouma. Ou huma, les hayawanat, la fiqaria, les invertébrés. Kif ma gounna, indna, dabat, tarraqna, la partie dial, la fiqariyat. La fiqariyat, ou huma, les hayawanat, la tatawuffar ala amoud fiqari. بمعنى حيوانات لا فقارية لزين فيرتبري وهما أصناف فيها بزاف ديال الأصناف وبزاف ديال الأنواع غادي نطرقوا لها إن شاء الله تعالى الأنواع اللي عندنا بوسيد كاتر بير دو بات واحد الصنف اللي عنده أربعة أزواج من الأرجل إكزومبل العقرب سكوربيون الذي يصنف أغاشنيد في زغاشنيد تري بيان عندنا واحد النوع possède plus de 4 paires de pattes اللي عنده اكثر من اربع ازواج من الارجل وعندنا هذا الصنف هذا ديال القمرون الذي يصنف ميريابود في لي ميريابود très bien وكذلك possède 3 paires de pattes et 1 paire d'antennes لها زوج من الزبانات وثلاث ازواج من الارجل عفوا اكزامبل الفراشه اللي تتصنف لينا في لي زانسيكت تري بيان كور دو بلو دو 3 بارتي اي بليزيور بير دو بات جسم يتكون على اكثر او يحتوي على اكثر من ثلاث اجزاء وعده ازواج من الارجل اكزامبل هاد الدوده هادي اللي تقدر يكون عندها الاربعين او الاربعة والاربعون ارجل والذي يصنف في ميريابود Très bien, les myriapodes. Coquille bivalve. Coquille bivalve. Exemple. هذه القوقعة المفتوحة. ولدينا كذلك coquille monovalve. قوقعة أحادية. هي هذه القوقعة المغلقة. هاتان القوقعتان تصنفان ك لاملي برانشي. Lamelli branchie. Très bien. Coquille cachée. Coquille mortifia. Il y a un sens là. Il y a un nœud. Il y a un sens là. Céphalopode. Céphalopode. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Corps non couvert d'une coquille. Jisme rachou yétoffaro ala malamis haoula foutha. On a un foutha. عندنا اكزامبل الحلزون اللي تيتصنف لينا في لي كاستوروبود لي كاستوروبود وعندنا الصنف الاخير كور بورتون دي بيكون جسم يحمل اشواك اكزامبل عندنا هذا اللي تيكون في البحر اللي تيتصنف في انيمون دو مير Les anémones de mer. Animaux microscopiques unicellulaires, بمعنى كائنات مجهرية لا ترى إلا بالعين مجردة وهي وحيدة الخلية التي تصنف في صنف بروتوزوير. Les protozoaires. غادي نمرو Classification des plantes. Document 1. Classification simplifiée des plantes. غادي نطرقوا ان شاء الله تعالى لهذا المحور هذا يعني تصنيف النباتات تصنيف مبسط للنباتات عندنا لي بلونت ا فلور دو نون دي غران نباتات تزهر وتنتج البذور وهناك صنفان غران دون لي فروي عندنا بذور داخل الفاكهه وعندنا هنايا مثال اكزامبل حبه جلبانه اللي تتصنف لينا في صنف ديال انجيوسبيرم لي انجيوسبيرم وكذلك عندنا لي غران اور دو فروي بذور خارجه الفاكهه
وعندنا هنايا اكزومبل ديال صنوبر اللي تيتصنف لي جيمنوسبيرم فلي جيمنوسبيرم. غادي نحاولوا اننا نتحولوا النباتات التي لا تزهر. عندنا طرقنا داك المحور ديال النباتات التي تزهر ودابا غادي نطرقوا لي بلونت التي لا تزهر ولا تنتج بذور. Les plantes sans fleurs ne donnent pas de grains. نباتات لا تزهر ولا تنتج البذور وهي صنفان وكل صنف تحتوي على صنفان على بركة الله avec une tige et feuilles. بالنسبة للنباتات التي لا تزهر ولا تنتج البذور les plantes sans fleurs ne donnent pas de grains. كاينة اللي عندها ساق والأوراق وكذلك كاين عندها اللي بدون ساق وبدون ساق واوراق سون تيج اي سون فوي. اول حاجه غادي نطرقوا لي افيك اون تيج افيك اون تيج اي فوي لها ساق واوراق تتعطينا افيك غاسين. غادي نمشي ثاني اللي عندها الجذور مثال الخنشار. هذا النبات هذا الخنشار اللي تيكونوا الاوراق ديالو بهذا الشكل تيكون عنده ساق واوراق وجذور ساق واوراق وجذور واللي تتصنف لي نفس الصنف ديال فوجير اكزاكتومون فوجير. وعندنا واحد الصنف اخر اللي هو تيدخل في النباتات تيدخل لينا في النباتات التي لا تزهر ولا تنتج بذور ولها ساق واوراق وبدون جذور. ليكزامبل ديالها هما هاد الحزازيات. هادي حزازيه يعني جميع الحزازيات تيدخلوا لينا في هاد الصنف هذا بمعنى يعني تنصنفوها في موس اكزاكتومون في لي موس الصنف ديال لي موس. عندنا اخر صنف اللي تيدخل في النباتات التي لا تزهر ولا تنتج بذور. plantes non sans fleurs ne donnent pas de grains. عندنا الصنف الاخير اللي كاين فيها وهو هذا الصنف اللي بدون ساق وبدون اوراق sans tige et sans feuilles. اللي تيدخل في لي كلوروفيليان لي خضوريات وهي التي تعيش في الماء. غادي نشرح لكم شويه على هذه الخضوريات وهي نباتات خضراء تعيش في الماء ليس لها ساق ولا أوراق ولا جذور وتتوفر على يخضر لتعطيها هذا اللون والتي تصنف في الغ فيرت تري بيان وهي التي تصنف في لي الغ فيرت. آخر شيء عندنا في هذه الباج هذه لي بلونت ميكروسكوبيك يوني سيلولار يعني لي بلونت المجهريات اللواتي لا ترى الا بالمجهر وهي وحيده الخليه وتصنف في يوغلين يوغلين. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه الدروس ديال كلاسيفيكاسيون دي بلونت اي كلاسيفيكاسيون دي زانيمو. فنتمنى منكم انكم تدعموا القناه ديالي حتى يوصل من يوصلكم مني كل شيء. aussi les classifications des êtres vivants. oui justement classification des plantes, les classifications des êtres vivants et les classifications des animaux. ان شاء الله تعالى دخلوا باش تستافدوا والله المستعان لكم مني التوفيق ان شاء الله تعالى.